سؤال. شكرا سيد المستشار. ما تيخفاش عليكم الاهميه ديال النقل في العالم القروي، ولا الاهميه اللي تتوليها الحكومه لهذه القضيه هذه ديال النقل، وهذه الوزاره بالاخص، بحيث انه يعني راه قمنا بواحد العدد ديال الدراسات باش نلقاو حلول للتنقل داخل الاقاليم. القضيه اللي كاينه هو هذه التراخيص اللي كاينه اليوم ديال 3000، اللي هي 3800 تقريبا، واللي هي ما نسميه النقل المزدوج، فهي تقدم واحد الخدمه ولكن ما تستجيبش لجميع الحاجيات ديال هاد السكينه هذه. وحقيقه الجهويه المتقدمه جات بواحد العدد ديال الافادات وجعلت الجهه هي المجال الترابي اللي خص يتنظم فيه النقل داخل هذاك المجال، لانه ما يمكنناش ننظموا النقل في واحد الجهه، الجهه ديال مراكش بحال الجهه ديال طنجه، ولا بحال الجهه الشرقيه الى اخره. كل وحده عندها الخصوصيات ديالها، وكل وحده خصها الحلول ديالها. فاحنا اش تنقوموا به حاليا؟ تنجربوا نسرعوا من كل المعالجه ديال الملفات اللي تخص النقل المزدوج. رفعنا من الدعم لتجديد المركبه، ضاعفناه ديال النقل ديال هذا المزدوج. بالطبع واكبنا ايضا النقل المزدوج من خلال الدعم ديال المحروقات. واخيرا تنعطيو الاسباقيه كيف قلت باش نحلوا، باش نحل يعني نحللوا المشاكل اللي متعلقه ببعض الملفات ديال هذا النقل. تيبقى ايضا بان اهم حاجه خصنا نقوموا بها هو العمل المشترك مع الجهات. الجهات خصها تبرمج المشاريع ديال التنقل ديالها داخل الجهات، خصها تقوم بالدراسات. حنا مستعدين نواكبوها، وبالطبع تنعملوا مع وزاره الداخليه باش نقدروا نواكبوا هاد الجهات، ويكون تعاقد ما بين الجهات والدوله باش ننميو النقل في المجال الجهوي، منه بالطبع النقل في العالم القروي.